انت وابو مرداع تدخلون مع بعض. فيه مره كنت شابككم على السياره وراجع خط من الكويت للرياض، انا الحالي كنت في الخط، وكنت وحتى وانا قاعد اقول يا ليل مالي خلق اسوق وطفشان الخط لين دخلت البيت وانا معكم وشابككم على المسجل ابو مرداع، انت وياه بكيتوني من الضحك. تدري متى؟ يوم العصير ربيع، انت اكتشفت ان ابو مرداع مزب ابو مرداع صار بيني وبينه، ابو مرداع صار بيني يقول يا صديق اي اي عرفت عرفت اي هذاك البث اللي كم تخيل بدون قفتات بدون شيء، والله يا عيال كان البث 60,000 انا وياه الحانة سادة حط مسرحية سادة ما في ما في والله العظيم العالم يجون الداعمين صاروا يدعمون وانا في البث ما عاد دخلنا تحدي مقفل التحديات ومخلي جلسنا في ذا ثم تخيل لين نرقد وهم معنا يا الله يا ابو مرداع. جاء يوم جاء يوم جابنا رجال معروف كيف الحال طيبين، انهم الشخص هذا شيخ من شيوخ القبائل كيف الحال طيبين يا رب، نادى ابو مرداع السلام عليكم كيف الحال، قلت والله تمام، قال يا ابو مرداع وانت وين رماتي، قال والله انا تعبتني السمنه، كان ابو مرداع حواله شوي اوكي، قال الرجال شوف كم نتكلف عملية التكميم أنا أسويها لك، يا سلام صح أبو مرداع حول له الرجال دايركت طبعا هو أي والله خذ الفلوس الرجال خذ الفلوس وش سوى أول ما أخذ الدراهم قلت يا أبو مرداع أنت صدق تسويها، قال لي إن شاء الله كذب علي حتى أنا مشينا إلا أشوف في حسابه كل يوم مفطح، قلت شكلها من دراهم الرجال ما كان عند ابو مردع دراهم اعرفها انا، وكل ما قعد يومين عزم عيال عمه مفطح ويصور اليوم عندنا اليوم كشته كشته، الملعون الجديد لما جيته قال والله راحت المخالفات راحت الايام وجت لعبتني تحديات دقوا علينا رجال ما هو شيخ لا دق علينا واحد اقوى كيف الحال طيبين، مناسبه عشاء وما عشاء قال الا تعال يا وش اسمك انت، قال اسمي عبد الله، قال أنا بتكفل بعملية كاملة مرة ثانية، قال كم تكلف؟ زاد أبو مرداع من 18 إيش قال؟ 30,000 تو أبو مرداع بيبدأ بعملية إنه يعني ما أخذها ما أخذها يا ولد الرجال وشو؟ إن إن الوضع إنه يعني إيه يعني الله اللي معطيه والله اللي. قال يا ولد والله عندي السمنة أنا كل ما جاني أحد قال سوي تكميم، أبو مرداع ليش؟ ما يحب أحد يقول له لحد قال له عمليه قال عطني دراهم العمليه خذها حطها في مخباه عشان مره ثانيه ما عاد يقول لي دي المره راحت قالت حتى اعلى شوي وليس مو وراها الناس ما سالوا وراها لا يعني قد دق ابو مرداع قلت الله يطول لا ما في ركبت عليه السياره قال ليه ليه يا مهبول قلت والله يا ذا اني راقبنا واذا انت ما سويت العمليه يمكن يدخلك السجن يلعب يعني ابو مرداع قمط في قفش ايش قال لي؟ قال والله انك صادق هذول ما يمزح معهم تدري شلون؟ خلنا خليك على التيك توك واضحك واستانس ولا عاد قايل لك عمليه تدري اول ما سويت عمليه ابو بلندح ابو بلندح لا ابو بلندح اول ما سويناها ابو مرزع ذيك الايام زاب من البرنامج هو فقع صدق والله اني كنت ناوي والله توثق حسابه وخلاص ضبطت اموره طب طلع لي تدري وين؟ طلع لي مو مكيت حلاقي وش قال؟ شيء عسل طلع لي بين عرفت عرفت كان نجم انا بالنسبه لي سعود وابو مرداع هي الفتره اللي انا كنت استمتع بالبثوث